أنا اسمي آدم النحاس، عندي 9 سنين، طولي 120. أنت بتحب التمثيل؟ أو بحب التمثيل، وكمان وزني 20. وزنك 20؟ مش بتاكل ليه طبعا عشان تتخن اكتر؟ اتخن ليه؟ اتخن ليه؟ اتخن ليه؟ عايزاني اتخن ليه؟ لا خلاص خليك كده. انا بتلعب رياضة يا ادم؟ عايز العب كورة. عايز تبقى زي مين؟ يعني مش هتفرق معايا، انا عايز اكون زي نفسي كده. الله، طب انت بتشجع انهي نادي؟ في مصر وبره كده؟ في مصر الاهلي، بره مصر في انجلترا ليفربول، في اسبانيا ريال مدريد. مين اكتر لاعب بتحبه؟ فين؟ في مصر. في مصر بحب محمد صلاح، وبحب اسمه ده. دلوقتي في الدوري المصري فترة احمد الشيخ عبد الله دلوقتي، فاحلى من الاول. بتتابع الماتشات؟ بتفرج على كل الماتشات، بس مش بتاع الدوري المصري، بتفرج على كل الماتشات بتاع الاهلي. طيب يا ادم، الناس عرفتك اكتر من خلال مسلسل شبر ميه، كلمنا عنه بقى. كنت مبسوط، يعني كانوا بيعملوا حلو، مبسوط. يعني في اول مره كنت عيان في اول مشهد، فكنت تعبان، فما عرفتش بس المشهد، فاتوعدني وبتاع، وبعديها يعني عملت حاجه كويسه وحبوني بدا. طب كلمنا ازاي كنت بتتعامل مع احمد السعداني؟ كنا يعني انا كنت بقعد معاه كتير قوي، يعني اخويا كنا معاه، كنا بيهزروا مع بعض ويقعدوا مع بعض يجروا ورا بعض، يعني كانوا مبسوطين كده. بس كان في بقى مشاهد كان بيشيلك كده فجأة. ودي كمان انا اللي قلت له عليها، يعني ما كانتش كمان يعني فكرة من المسلسل. انت اللي كنت بتقول له يشيلك كده؟ يشيلك كده؟ طب بقى ورجاء الجداوي، فنانة رجاء قوي بيها، وكانت بتشبهني كمان باحمد زكي وبتاع، وقعدت تقول احمد زكي جديد وكده. يعني انا اصلا يعني كنت بحبها. كانت بتلعب معاك في الكواليس؟ لا مش هتعرف، بس يعني كنا بنقعد مع بعض نتكلم يعني. طيب ولما سمعت يعني. لما سمعت ان هي راحت عند ربنا زعلت؟ انا عيطت وما عرفتش انام الكلام. طب تقول لها ايه كده وهي عند ربنا؟ طيب مش ايه بقى، انا سمعت انك عندك فيلم جديد. ايه بقى؟ عندي كده وجن، وهو مشهد واحد، وطبعا مش هحرقه لان هو اصلا هيأثر على الفيلم جامد، فانا مش عايزه احرقه خالص. لو كان صغير عادي هحرقه بتاعه كده، بس هو يعني تمام. مش هتصوره امتى؟ ما اعرفش، كل ما يقولوا هنا تأجل. طيب احنا دلوقتي في فيروس كورونا، بتحافظ على نفسك ازاي؟ كل ما بنجيب حاجة بنشرب الكحول وبنغسلها بالمية، ويعني بنلبس كمامات وكده. تمام. بس طول ما احنا يعني مع بعض في البيت، مع بعض في العربية، احنا عارفين ما بنلبسهاش. لو احنا في سفر ما بنلبسهاش عادي يعني. طب انا عرفت انك انت كمان بتغني اغاني انجليش حلوه قوي، يلا انا عايزه اسمع حته كده صغيره. غني اللي غنيتها بقى. اللي غنيتها بقى بس عندي صوت. Stop me, give up, I was missing.